وزن الدرهم في الإسلام. هذه المادة تأتيكم من موسوعة الماليتي في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. كانت الدراهم المتداولة في جزيرة العرب عند نزول الإسلام هي الدراهم الساسانية التي حملت صور كسرى أو خسرو، وكان وزنها مثلا في زمن كسرى الثاني يتراوح بين 4 غرامات و11 مئة من الغرام و4 غرامات و15 مئة من الغرام. وقد سبق استخدام الدراهم الساسانية في أيام الجاهلية، وأقر رسول محمد صلى الله عليه وسلم هذه العملة كما هي أول الأمر، واستمر في استخدامها وسيطا للتبادل ومقياسا لأثمان السلع والجهود، وكما أقر أوزان أهل مكة فيها. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدخلت تعديلات محدودة على أوزان المسكوكات، فضبطت أوزانها الشرعية، وكان الدرهم يزن 14 قيراطا وهو 7 أعشار الدينار، وكان الدينار 20 قيراطا. وبدأ المسلمون في سك الدراهم الكسروية المعربة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 31 هجرية، بإضافة بعض العبارات العربية مثل بسم الله وربي الله، لكن الدراهم المتداولة ظلت تتفاوت في الوزن، وكان منها ما يزيد على 15 قيراطا. ومع التحول إلى النقد العربي الصرف في أعقاب حركة إصلاح النقد التي أطلقها عبد الملك بن مروان في منتصف العقد الثامن من القرن الهجري الأول، وتحديدا في حوالي سنة 77 هجرية مع ظهور أول دينار عربي صرف، وسنة 78 هجرية مع ظهور أول درهم عربي صرف، أو قبلها في سنة 77 هجرية حسب بعض المصادر، وفي سنة 75 هجرية حسب السيوطي، وفي سنة 76 هجرية حسب ابن الأثير، اتخذت دور الضرب معايير خاصة استمرت لأكثر من 200 عام، حيث حدد الوزن الشرعي للدرهم بغرامين و975 بالألف من الغرام، وذلك بالقياس على الوزن الشرعي للدينار الذي حدد ب4 غرامات و25% من الغرام. فالوزن الشرعي للدرهم يساوي 7 أعشار الوزن الشرعي للدينار، أي ما يعادل 2,975 بالألف من الغرام. وكان هذا الوزن هو المعيار الأساسي الذي نسبت إليه الدراهم الأموية، مع استمرار التفاوت في الأوزان الفعلية لأسباب عملية، أبرزها عملية الضرب في دار السكة وأساليبها، وعيار الفضة ودرجة نقاوتها، ودقة السك من حيث السماكة والمساحة وغير ذلك.